يعني السؤال الاولاني ما لعبناش كره عاليه الا في الاخر، وده ده طبيعي، انما احنا في بدايه المباراه بنلعب على الارض وصلنا كتير قوي، ممكن تكون انت ما خدتش بالك من ديت، وده وضع طبيعي ان انت في الاخر الوقت ولازم لعبنا باثنين راسي الحربه لازم تجازف بشكل كبير جدا عشان تحرز التعادل، ولكن ما حصلش. بالنسبه لسليمان كان عنده شد خفيف والدكتور ساله وقال له تقدر تكمل ولا لا، فقال له لا اقدر اكمل، وبعدين انا غيرت سليمان البوزيشن بتاعه وخليته هو الليبرو وخليت ياسين كردان وعبد الغفور هم اللي بيزيدوا الزياده العاديه عشان يريحهم، ما يقدرش هو يعمل الزياده العاديه وياسين. وده من ضمن اللعيبه اللي الرجاله اللي بشكره على روحه، زيه زي كل اللعيبه بصراحه، محدش قصر كلهم، ولكن هو توفيق ربنا مش معانا النهارده، ده اللي اقدر اقوله. اكيد ان شاء الله ربنا يكرمنا في مباراه الجيش، اكيد عندنا تمرين بكره ان شاء الله، مفيش وقت بالنسبه لنا، كلها حاله استشفاء، ولكن اللعيبه الحمد لله أدت كتير وكسبتنا كتير، وده وارد في كره القدم. اللعيبه ديت هي اللي السنه اللي فاتت كانت عملت مجهود كبير، والسنه دي ولسه هتعمل كمان مجهود كبير. فريق الجيش فريق محترم متاهل نفسيا، هو افضل مننا بكتير جدا، ولكن ان شاء الله هنقاتل ان شاء الله باذن الله عشان نعمل نتيجه كبيره باذن الله ان شاء الله. انا بشوف ان مباراه النهارده بصرف النظر عن الهدفين لان احنا رحنا فرص كتير، ولكن انا اشوف ان مباراه طنجه ما كانتش كويسه، انما مباراه النهارده افضل من مباراه طنجه، ومع ذلك طنجه كسبنا 1-0 بالعافيه، ولكن النهارده لا، النهارده اللعيبه بصراحه اديت. هو انا بقول ان عدم توفيق في احراز اهداف، وكمان الاهداف اللي جت فينا اول 5 دقائق ممكن يكون في عدم تركيز في البدايه، ولكن بشكرهم زي ما قلت قبل كده، اللعيبه وارد هنخسر كتير هنكسب كتير وهنتعادل كتير، هي كره القدم كده، ولكن احنا تعودنا على المكسب، ولكن هو الحمد لله والشكر لله ربنا سبحانه وتعالى اراد ان اول هزيمه تقع على ملعبنا من فتره كبيره جدا جدا جدا، ولكن بنفكر في اللي جاي الحمد لله والشكر لله.